قرأ اسمه الملايين حول العالم، أمضى 40 سنة من حياته بتخطيط القرآن الكريم، انطبعت أكثر من 200 مليون نسخة من القرآن بخط إيده، وصار من أشهر وأمهر الخطاطين بالوطن العربي. مين هالخطاط وكيف أمضى 40 سنة بكتابة القرآن الكريم؟ يتقبل ما قمت بالعمل في خدمة كتابه الكريم. الخطاط السوري عثمان طه ولد بمدينة حلب السورية، تعلم فنون الخط العربي من والده ومن مشايخ الخط بحلب، خاصة خط النسخ والرقعة والفارسي. أنهى دراسته الثانوية بحلب، توجه للعاصمة دمشق وتخرج من كلية الشريعة. خلال إقامته بدمشق تعرف على أمهر الخطاطين بالشام والعراق، خاصة الخطاط العراقي الشهير هاشم محمد البغدادي، واللي تعلم منه أسرار الخط العربي. تعلم الحاج عثمان طه كل تفاصيل التخطيط والرسم والزخرفة، وصار جاهز ليكتب أول قرآن بخط إيده. وبالفعل ببداية السبعينات خط الحاج عثمان قرآن لوزارة الأوقاف السورية. انتشر المصحف ببلاد الشام بعد طباعة أكثر من 20,000 نسخة منه بخط جميل أحبوه القراء المسلمين، ووصل للسعودية. أجوا ناس من المملكة طلبوني، الملك فهد بنى مطبعة ضخمة جداً في الشرق الأوسط للمسير بدون الخطاط يقوم بكتابة المصاحف. انتقل للسعودية وتعين كخطاط بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. كتب الخطاط عثمان 12 مصحف، انطبع منها أكثر من 200 مليون نسخة، توزعت بكل دول العالم، وتميزت هاي المصاحف عن غيرها بوضوح الخط والأحرف وتبسيطها للقراء. تخلى عن أشكال معينة من الحروف من خط النسخ مشان ما تتشابه مع حروف تانية، مثل الهاء المشقوقة والميم المطموسة والراء المعكوفة، وقلل من التشكيل والزخرفة اللي كانت تسبب حيرة للناس. وكمان كل صفحة من صفحات المصاحف تنتهي مع نهاية الآية. اعتمد شكل الحرف، ثم علاقة الحرف بالأخرى، ثم كتابة الكلمة منازل الحرف الجميل. أمضى الخطاط السوري عثمان طه أكثر من 40 سنة بكتابة وتخطيط القرآن الكريم، كتب خلاله 12 نسخة كاملة من المصحف الشريف بخط إيده. كل نسخة أخذت منه ما يقارب الثلاث سنوات بساعات عمل طويلة وبشكل يومي. الله سبحانه وتعالى أعطاني الصبر والقوة لتكملت القرآن الكريم. مع هذا كتبت القرآن على وضوء كامل كل المصاحف. حبينا نشارككم اليوم قصة الخطاط عثمان طه، الرجل اللي أمضى حياته حرفياً بخدمة ومساعدة ملايين المسلمين حول العالم بقلب مؤمن وإرادة كبيرة، خط أجمل الحروف وأعظم الآيات. وهي كانت أخبار تستاهل نشاركها.